السلام ورحمة الله. أستاذة الكريمة، اسم الكريم. الاسم كريم زهاء أخ العرب. مرحبا، تشرفين. متصرفة من الدرجة الثانية في المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية، جيت لهذا المنبر ديالكم باش أنقل هذه الجريدة. مرحبا. باش أنني نبلغ الصرخة ديالي والصوت ديالي، لأنني يعني عييت، وكيف ما قلتي التعبير ديالك كان صادق وعميق، ديال أن المعاناة ديالي أصبحت حياتي عبارة عن كابوس كنعاني منه. أنا عطيت فيه الثمن ولا زلت صحيا نفسيا، حتى لأنك منين كتبدا كتدخل في هذا المعاناة هذه، حتى المستوى ديال الإبداع ديالك والعطاء ديالك لبلادك من خلال ديك الخدمة الإدارية اللي كتقدم ولو تكون بسيطة، حتى هو كينزل، لأن ما يمكنش تبقى محافظ على توازنك النفسي 100% وانت تحارب، وكأنك دون كيشوت الذي يحارب الطواحين، لأنك تحارب لا شيء، تحارب التهم الباطلة والتي أثبتت المحكمة الإدارية بأنها باطلة. أستاذة طيبة، قبل ما نوصل للمحكمة، قبل ما نوصل لشي حاجة، إذا كان ممكن توصلي تشرحي لنا وتشرحي للمتبع الكريم كيفاش بدات هذه المسألة والتاريخ ديالها، فوقاش بدا؟ المعاناة ديالي بدات يعني مجرد يعني مباشرة بعد مرور واحد 6 شهور على التعيين ديالي يعني في الأوقاف في المندوبية. اسم التاريخ؟ أنايا في 2011، أواخر 2011 غتبدا المعاناة ديالي، في بداية 2012، بحيث أنني يعني معروفة إنسانة لا تقبل الظلم، ولكن ما كنقبلش شي حد انه ياخذ لي حقي، وما كندخلش في سوق عباد الله، انا هكا دايره. فكانت من هنا بدات المعاناه ديالي، لانني انسانه يعني كاين شي حوايج ماديه ما كنبغيهاش تخاد ليا الى اخره، فكنت كيتم الظلم ديالي. فمنين كنت كنقاوم هذاك الظلم كنت اتهم يعني بتهم كثيره جدا، ولكن الشيء الذي افاضل مثلا التهم شنو هي؟ يعني انك ما باغاش تخدمي، انك يعني دسرة، أن شي حاجة بحال هكا. المهم كاع التهم اللي كتجي على بالهم كيدوروها بيناتهم باش أنهم يبينوا بأن هاد السيدة راها يعني ما مظلوماش، ولكن بالضبط بالضبط فوقاش يعني لدرجة أنني اضطررت أنني ندير استقالة إجبارية غير طبيعية من العمل ديالك. من العمل ديالي ضقت درهم، يعني كان آخرها هو حرماني من الإجازة الإدارية في 2018، وطلبت أسبوع، وكان العرس بالأخ ديالي، ورفض سيد المندوب الجهوي أنا ذاك راه في دار البقاء، وأنا رب العالمين سيسألني عن صحة ما أقوله، رفض أن يوقع الوحيدة، وقيل لي من طرف سيد رئيس مصلحة الشؤون المالية والإدارية، قلت لي لماذا رفض الطلب ديالي الإجازة ديالي؟ قال لي باش تجلسي تحضي المندوبية، بهذه العبارة والله شاهد عليه. صرتها شربتها بجغمة الماء. المهم من بعد في أكتوبر عاوتاني درت باش ناخذ إجازة باش نرتاح، كانت الوالدة ديالي فتحت على عينيها وخصني نمشي نزورها، لأن في الأول دارت العملية وما تمكنش من طرف بسبب العراقيل، ما عندكش الحق في إذن بالتغيب، مسائل اللي ضمنها لك القانون ديال الوظيفة العمومية وعطيها لك الوزارة ما كيمكنوكش وما منها. فاضطريت أنني نعاود الطلب في أكتوبر، فقال لي السيد المندوب بأن هذه فترة عمل وما غنعطيكش. فتما صار هذا الشيء. أخا هذا الشيء اللي تعرضتي ليه واش خدمتي بوحدك ولا كاين زملاء اخرين معك في العمل تما كيوقع عليهم نفس المشكل؟ دابا كاين مشاكل، كاين موظف كنعاود لك على الدواسة ديالو، راه تم اغلاق المكتب ديالو وتغيير القفل واخراجه الى الكولوا. معكم في الاداره؟ كان معايا في الاداره في 2013 ولا زال حيا. اخرا انتقل بسبب ان التنقيط ديالو، التنقيط كان فيه حيف. هذه المساله ديال التنقيط هذيك ما ندويش عليها، يعني كاينين غير كاين اللي ما كيقدرش مسكين يمشي يجلسوا لان كيخاف على رزقه. واخا هنا شنو المساطر اللي مشيتوا ليها؟ مشيت انا اولا، مشيت لانني يعني لانني عييت نفسيا ومرضت، يعني بان عندي المرض ديال الغده الدرقيه، فباش نخوض صحيا، وكان من نتيجه داك المعاناه ديالي في الاروقه ديال المندوبيه الجهويه سابقا، فقدمت الاستقاله ديالي. الاستقاله فاش قدمتها يعني لم الوزارة مشكورة، وأنا أشكرها وأشد على يديها، لم تقبلها، لأنني صاحبتها ب يعني كلاسور شوميزي بحال هذا اللي ديت لهم السيد الكاتب العام، غنوصلوا لهذه المرحلة، فيه جميع الأدلة والبراهين التي تثبت على أنني موظفة كنخدم وباغا نخدم بلادي، ولو من خلال داك يعني الملف
البسيط والصغير اللي كنت كنخدم فيه. فمنين شافت الوزاره طلعت على الملفات انصفتني شهاده لله انا اللي كاينه نقولها واللي ما كايناش راه ما نقولهاش، فانصفتني وبررت الحق يعني الرفض ديالها الاستقاله ديالي بان الوزاره ما مستعداش تستغني على الاطر ديالها، وسمتني اطارا مشكوره. هذه الاداره هذه الوزاره 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 في الجواب ديالها هاد الشبش براتو. والمساله الثانيه يعني الموجب الثاني ان صح التعبير هو انني الوحيده اللي عندي دبلوم الدراسات العليا المعمقه في تدبير الاداره في الاداره كامله الجهويه. تبارك الله. شنو هو التخصص ديالك انت في الاداره؟ انا دابا شنو كنمارس؟ انا شنو كنتي وكيفاش وليتي؟ كنت كندبر الملف ديال الكتاتيب، ومن بعد دابا انا من بعد الاستقاله جا مندوب جديد وحاول ينصفني، فطلبت منه حاجه وحده قلت ليه غتوقع ليا عفاك باش نمشي في حالتي للمجلس العلمي. قال لي استاذه غير جلسي راه تعطاتني تعليمات باش انني نصفك وداكشي. قلت له شكرا، انا الاشكال ديالي ما كانش مع المندوب الجهوي ولكن كان تيتصنت لشي ناس اللي انا ما عجبهمش ما عرفتش علاش، يمكن لانني ضايقت عليهم سديت عليهم بيبان. لا ما سديت عليهم حتى بيبان، فقط لانني اسال عن حقي واطالب به. والله العظيم انا ما كنسولش في داك الشيء الاخر، ما عندي غرض فيه وماشي سوقي، وطالما انني شي حاجه اللي انا ما مسؤولاش عليها ماشي، انا كنسول في الحوايج اللي كتعلق بيا لا اتجاوزها. طيب تخوي المصادر القانونيه من بعد مشيت تحولت للمجلس العلمي، دوزت فيه واحد 3 سنين ونص ما نقولش لك ماتعه، فيها ابداع فيها انشطه دينيه بشهاده الجميع. كنت كنخدم لدرجه ان وليداتي كنت كنديهم مراد معايا والله شاهد عليا بقوة اللي ما بغاش نضيع المصالح وبقوة اللي كنت منتشية ومستمتعة. ولكن شاءت الأقدار أن المهم لا داعي لذكر التفاصيل، هي مساري طويل ديال المعاناة راه واخا نبقى نفصل لك فيه حتى بعد غدا والله ما نساهي، راه خاصني نكتب يوميات ديال بصح. فأفاجأ بأن تغير رئيس المجلس العلمي وجا واحد جديد دار لي إنهاء الوضع رهن إشارة. أنا قرأته على أنه تنقيل تعسفي. لماذا؟ لانني كنت جالسه مع ليا ما بيا كيعيط لي السيد المندوب راه جاتني رساله بان خصك تلتحقي بالوزاره فانايا قلت ليه واش انت طالبتي باش انني نرجع عندك؟ قال لي لا. قلت ليه وكيفاش وانا كندوز كونجي وهاد المساله مستحيل يعني غير اداريه وغير قانونيه انك انت كدوزي الكونجي ديالك ياك من بعد الاستهداف ديالك وتيجيك خبر بانك راه تم تنقيلك لاداره اخرى دون سابق انذار. ما توصلتي في استدعاء ما توصلتي نهائيا لم يتم اخباري. والغريب والادهى والامر هو انني لم ارتكب، كانت الفتره فتره كورونا وكنت المهام اللي خديت. قال لي رئيس المجلس العلمي هددني بتهديد مبطن بانك راه ما غاديش تاخذيهم. المساله الثانيه هو انني ما جاني لا تذكير لا تنبيه لا حتى حاجه من الامانه العامه لماذا اقول حتى المجلس التاديبي ما نهائيا انهاء الوضع رهن اشاره. تقدروا نسميو هذا قرار عشوائي ولا هذا سميتو تنقيل تعسفي مغلف باش يبان بانه قانوني، لان باعتراف احد الموظفين انه كان بارك التليفون، فحسيت براسي بانني بيضق يتم وضعي وتنقيلي خارج اي اطار قانوني، ولك ان تحس بالمراره اللي حسيت بها. وكتبت تظلم السيد الامين العام، ولكن يعني توسلت الي مجموعه من الموظفات قالوا لي غينوض علينا الصداع وهذا، فبقيت جلست وحمدت الله وسار. منين يعني قبل من هذه درت التظلم، من بعد غادي نلتحق بالمندوبيه أو غادي سأصاب بكسر. أنا ما سانياش المحضر ديال الالتحاق، والسيد المندوب وصفت لي فحص مضاد، فأنا قلت لي أتوسل إليك عفاك واش نصيفط لك طلب ديال اجتياز؟ أنا جيت من التعسفات كندير طلبات ديال اجتياز المباريات اللي ما تيبغيش يفوتها، وما كاينش شي رسالة اللي كندير وكيتعطاني لاكوزيد غيسابسيون اللي هو وصل الاستلام او وصل الايداع ولا ما عرفتش غنسميه الترجمه ديالو. المهم لاكوزيد غيسابسيون من حقك؟ لا ما عندناش ما كايناش هادي من حقك تاخذي لاكوزيد غيسابسيون. ما تعطانيش لاكوزيد غيسابسيون، صيفطتي عن طريق عون قضائي، صيفطتي عن طريق عون اخر حاجه تحس
خصمات ليا نصف الفصليه دون وجه حق، وانا في كامل النشاط ديالي المهني. النهار اللي غادي نسق الخبار خدامه ودخلت عند السيد المندوب، لان انا انسانه افصل بين المشاكل، ما عنديش معاه مشكل شخصي. ريت تكون كان عندي معاه شي مشكل شخصي، انا راه هذه هي اللي ما بغاش تصرف ليا. اقولها للسيد المندوب وبصوت صادح، اشنو درت لك السيد المندوب؟ فقط عندك مبرر واحد، هو انك تحاربني بالوكاله. بمعنى لا، دائما ما غنقولش التفاصيل، التفاصيل ما غاديش نقولها لان ملف كبير جدا، ما غاديش ندخل التفاصيل. طرقت للمحكمة، دخلت القضاء. المهم استمرت الاستفزازات والمعاناة، ما طلعنيش على فكرة، عندي لاخت خوز راه داري، والله ما كنطلع للسطح مدة 6 شهور، ما كنوصلش للسطح لان عندي ارتروز مزمنه، ودابا زادت يعني اصبحت اكثر لدرجه انني كندير الترويض والله ما بقى كيقر فيا. لا غادي ندخل من شهاده طبيه وغنلقاه بان طلع ليا بيرو مهرس، عباد الله مهرس في السطح. دابا راه نحن نكتوي بالنار من نهار جات داك الصهد، عندنا واحد لا المبرر ما خدامش، طالبنا بالشفاوي، حطينا عندي 3 ديال الرسائل هنا، 4 مظلمة عافاك، حنا مزاوجين فيك، راه حنا كنموتوا بالصاب. وللأسف طالما أننا خدامين، حنا علاش كنبقاو خدامين؟ أنا ميمكنليش نخلي المواطن المرتفق المسكين يكون ضحية ديال واحد، يعني واحد سوء الفهم ديال التكليف. أنا كنعرف الإنتداب مسؤولية وتكليف بمهمة، ماشي جلوس على الكرسي وتقيديت. انا هادشي اللي كنعرف، كل مسؤوليه ما خص هاد كيتعاملوا لي للاسف الشديد مع احترامي الناس المسؤولين اللي كيحترموا نفسهم وكانها ضيعات خاصه. انا هادشي كنحس به. فشنو تقول سيدي؟ اننا حنا بجوج عندنا مكاتب، انا عندي مكتب والله العظيم الا رجلي مهرسه، ما كيتمش التمكين ديالي من الوسائل ديال العمل الا بعد مضي تقريبا عام، ياك. المسألة الثالثة هو أن كاين مكتب مسدود ديال موظف انتقل وتوضع، رانا إشارة المجلس العلمي لازال لحد الآن مسدود، بيرو نصف وزاري، وكاين مبرد خدام. فشنو تقولوا أنتم؟ جاوبوا عفاكم على هذا السؤال، ما معنى هذا؟ واش انتقام؟ واش استفزاز؟ واش عملية إدلال ممنهجة؟ لأن صوتي كان وسيظل وسيبقى حرا. أستاذة بعجلة، دخلت القضاء اللي دخلتي انت ولا هما؟ لا انا صيفط لي استفسار جاوبت عليه وطالبت فتح تحقيق الوزاره، ففي عوض ما انهم يجاوبوني ولا يتدرجوا صيفطوا لي انذار مباشر. وانا سالت قبيله فاش مشيت، سولت السيد رئيس القسم، قلت لي عفاك كنت اليوم في الوزاره؟ كنت في الوزاره. اليوم شنو وقع لك بالضبط؟ المهم نكمل لك، انا لجأت منين جاني داك الانذار، لجأت للمحكمه الاداريه، فجاء الحكم لصالحي لله الحمد والمنه. ابتدائيا ابتدائيا جاء لصالحي، تم تبليغه مؤخرا بما عرفت واش تبلغات به. المهم السيد المندوب جا مفوض بلغو، ياك. فمنين بلغو دازت 10 ايام كنتوصل بدعوه للمثول امام المجلس التاديبي نهار 14/3. هذه من ورا المحكمه، هذه من ورا المحكمه، واخا ياك. فانا ما تيقاتش ليا، واللي اللي مصيبه وكارثه وما قبلهاش العقل ديالي المتواضع، هو ان في النص ديال هذاك الدعوه للحضور المجلس التاديبي، علاش انك ما سنيتيش لوائح ديال الحضور وما جاوبتيش على الاستفسار اللي انا مجاوبه عليه؟ هذا الشيء واقع فوقاش في شهر جوج. انت عندك ما يثبت بانك مجاوبه؟ تماما، عندي لاكوزي دو ريسبسيون. ودليتي به القضاء؟ هادشي راه دليتي به الاداره؟ دليتي به، الا كان استئناف غندلي بهادشي، عندي دوسي كامل وعندي حتى التعسفات اللي دازت مورا باش تبلغ، حيت فاش تبلغ السيد المندوب بالحكم وصلوا عبر الموقع ديال المحاكم الاداريه، ما نقولش لك اش دار، شير بكمامه كيف ما كيقولوا المغاربه، واعتذر على التعبير. واخا ومن بعد شنو وقع؟ شنو وقع هو انني انا منين جاني تصدمت، فما بان ليا الا ان من بعد التظلمات، مسار ديال التظلمات ودعوات لفتح تحقيق عاجل وجبر اضرار نفسيه ومن اقتطاعات الفصليه، تمشى الفحوص المضاده وانا مهرسه، درجه ان الطب اللي كندير عندهم الفحص المضاد كيتفاجئوا كيقولوا لي انت معامل خدامه، اقسم بالله العلي العظيم.
فمن بعد اش غادي ندير؟ قلت انا بقى لي شخص واحد، اللي هو قيل لي عن هو السيد الكاتب العام ديال وزاره الاوقاف المحترم، قيل لي بانه انسان منصت ومنصف. فانا صرختي هو ارجوك يا سيدي الكاتب العام، اريدك ان تنصت لي ولو لمره واحده، ومن بعد اللي بغيتو ديروا لي ديروا. مشيت اليوم ما تمش الاستقبال ديالك؟ مشيت اليوم نهار كامل، ما جيت حتى لثمانية ونص، لم يتم استقبالي من طرف الكاتب العام لان الكتابه الخاصه ديالو قالت لي مشغول وعنده اجتماعات الله يحسن ليه العوان. ولكن حاولت انني ندوي مع المستشار، ففي الاخر ما عجبتوش الهضره ديالي، قال لي انت كتجادلي. قلت لي شنو هو الجدل؟ سمح لي يا استاذي الفاضل. قال لي انا اللي كيجادل ما كيخدمش، وهذه كنعتبرها اهانه، صيفطها ليا. وكيواجهني السيد منين عيط على السيد رئيس القسم باش يمدوا بالملف ديالي، قال لي المهم كاين بزاف واحد المستوى اللي لا داعي باش انني نبسط فيه، تعامل معايا. فعيطوا للامن، خليني نقول لك، عيطوا للامن خرجني من الاستقبال ديال الوزاره، وخرجت على برا. يعني خرجتي بالقوة؟ خرجت، ولكن كانوا مؤدبين. تحية خالصة من القلب للسيدة اللي كانت في الاستقبال، واللي كنتمنى أنها، لأن لاحظت منين رجعت بغيت ندير محاولة ثانية قبل ما يجريو عليا، رجعت باش نطلب هذيك الكاتبة الخاصة على أنها غير تشد الملف وتسلمو لنظرا لأن السيد الكاتب. فكنتفاجئ بأن السيد مسؤول أمني كيصطحبني الخارج وقال لي عفاك أستاذة، يعني خرجي من هنا وما بقاش عاودي ترجعي، وما عندكش الحق تقطعي ودوزي من باب لاخر. فهذيك السيده لاحظت بان الصفرار في وجهها، ففهمت والله اعلم بان لا داعي للموضوع ديال هذه السيده. المهم نفوتوا دابا باش رسالتك اخيره. رسالتي الاخيره هو انني اريد من ينصت الي، وخاصه السيد الكاتب العام. دعوتي الى السيد الكاتب العام، بغيتك تصمت ليا، الله يجازيك بخير. انا اصرخ وكنتمنى من الله عز وجل ان الصدى ديال الصرخه ديالي يوصلك ويتم الانصاف. شكرا على المشاهده. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.